صباح الخير البنات، مرحبا بكم معنا. نتمنى تكونوا بخير كي راكم تشوفوا في الفيديو هذا. اليوم البنات حندير لكم رفيس قسنطيني. رفيس قسنطيني هذا نستعملوه بزاف في عراسنا، في المناسبات، في افراحنا. رفيس هذا عبارة على دقيق تجمعيه بالماء والزيت وماء زهر وشوية ملح. كي تجمعيهم ديري عجينة تاعك تحطيها في الكوشة طيب. كي تشوفيها تحس رجع لونها دوري في اللون الذهبي تحيي تخرجيها من الكوشة وتدقديها تهرسيها ومن بعد نطيبوها. انا اليوم ما طيبتوش في الدار، شريت من برا واجد. قلت ان نعطيكم كيفاه الطريقه نخدموه. اسم الطريقه تاعي انا هذه الطريقه تاعي. عندنا كيله هذه تاع رفيس، المقادير هما كيله تاع رفيس. عندي ما زهر وهذوما تاع الديكور. الديكور عندي ديكور تاع اختياري، فحبيتي ديكوريه انت حره. الديكور عندي شوي كاوكاو مرحي، حلوه، جوز مرحي حتى هو، سكر كلاصي وجوز. جوز كعب لهنا خليت كعبات نديكوري بهم الفوق، وهذا نخلطه داخل رفيس. البنات كما قلت لكم الفوره الاولى نفوروها بكاس ما زهر. انا درت الكيله تاع كاس ما زهر هذا، بليت به الرفيس تاعنا فورتو. درك نحيت الفوره الاولى كما راكم تشوفوا فيه راهو يفور مازال سخون. كي تنحي الفوره الثانيه زيدي عاودي شربيه بما زهر، زيدي عاودي يسقيه كيما هكا. كيله تاع ما زهر ولا ما ورد مازال سخون. اذا خفتي يحرقك ولا ما كيشي مرفى بسخانه حركي بالمغرف. عمره ما زهر نورمال، ما تخافيش منه، تخافيش يتعصد لك ولا ما يتعصدش. كل ما يشرب ما زهر كل ما يمد طعم مليح كما قلت لك، ما زهر ولا ما ورد. بقاي تحركي حتى تشوفيه يبرد. كي يبرد الرفيس تاعك زيدي عاودي حطيه فور الفوره الثانيه. بعد ما فار الفوره الثانيه الرفيس تاعنا راهو واجد، ماشي واجد 100%، راهو حيناه من البرمه. دركا كي نحيوه من الفوره تاعو لحولو الجوز، فرغي عليه الجوز وخلطي رفيس مع الجوز، خلطيه مليح. نحبو هكا، نحب جوز فيه مع اني ما نحبش ناكل جوز، بصح نحبو هكا يمد شويه طعم باهي. مازال سخون، جاك سخون ديريه بالمغرف، خلطو كيما هكا بالمغرف. الجوز البنات اختياري، ماشي شرط تحطيه. لهنا كاك سخون يكون رفيس تاعك سخون، انتيا لوحي العقده اللي وجدتيها الزبده والعسل. ما بين تكون بردت لوحيها، والافضل البنات تكون حاجه بارده وحاجه سخونه، ولا العكس حاجه بارده وحاجه سخونه باش ما يتعصد لكمش رفيس. هكا شويه وخلطوا. كما تشوفوا البنات الرفيس تاعي ها وجد طري، شارب العسل تاعو والزبده مليح. خليوه ربع ساعه زيد يشرب مليح، على الاقل ربع ساعه قبل ما تقدموه، ويكون بارد شويه. هاشكلها جا
يجيش معصد، يجي حبة بحبة. دونك البنات بقينا نقدموه في، نحطوه في صحن التقديم ونعاود نرجع لكم. حبوباتي حبوباتي، رفيس تاعي راهو واجد كيما راكم تشوفوا. يبقى التزيين اختياري، انا كيما قلت لكم زينت بسكر كلاصي، حلوة وجوز وكاوكاو. عاود الصحن تاعي واجد كيما راكم تشوفوا، والحاجة المليحة معاه البن كيما راكم تشوفوا، البن بالزبدة الله يبارك، نشتي الزبدة تاع البن. هذا هو رفيس تاعنا القسنطيني كيما قلت لكم، هذا نديروه في المناسبات تاعنا اللي عنده فرح، خطبة، عرس، نجاح تاع الدراسة، سيزيام ولا بيام ولا الباك. تما عندنا رفيس هذا ديما نديروه. وكاين انواع تاع رفيس خلاف، كاين المشلوش، كاين تاع الدقيق، كاين تاع الكسره. مره خلاف بربي ان شاء الله نزيد ندير لكم فيديوهات عليهم. البنات في الاخير ما تنساوش ابوني للقناه وشعلوا الجرس، وما تنساوش تاني لايك للفيديو جام، وبارطاجيو عندكم باش الناس الكل تشوف التقاليد والعادات تاعنا. ودمتم في رعاية الله وحفظه.